الأسابيع القادمة دائما وأبدا. كرة اللعب خرج من النويبة بالخطأ هذه من سانتو، محاولة من الثياب، خطرة، جول وطالبهم أيضا بالأداء الجيد. هنا كرة خطرة، جول يا الله يا سانتو من قبل الجماهير، من قبل الجهاز الفني. هنا تمريرة وليد عباس، حاولة شبابية وليد عن زميل باتجاه راشد، كرة عرضية، الله باتجاه عبد الله، ما زال احتفظ بالكرة لخالد سبيل المتقدم. خالد ما زال احتفظ بالكرة مع لوكاس نيل، شبيه لوثر ماتيوس. الكرة بتلعب الآن لشبيه الألماني الكبير، بيلعب علي عرضية من المرمى، السلام، الله، هذا هو الجزيرة، هذا هو الجزيرة. الكومبو فري موجود، الكرة تصل الآن لخالد سبيل، سبيل ممتازة لقاسم، قاسم داخل منطقة الجزاء بمر أمام المرمى، قاسم يلعب جول، أول ثنائية لبطل الثنائية، أول ثنائية من أوليفيا لفريق الريادة، لفريق الانتصارات والاكتساب. أبطال الجزيرة ودياكي يضعها في المرمى، كرة ملعوبة للوكاس نيل، عالية وعرضية، قد يكون رابع للنادي القادو، أول لاعب يسجل للفريقين في مرمى الفريقين، فريقين. أوليفيرا، يحيى محمد في غراسة المرمى، يحطها ولا لا؟ يحطها ولا لا؟ ضربة الجزاء الآن، أوليفيرا، بأربعة أهداف نظيفة الجزيرة يهزم الأهلي. كرة الآن في الجهة اليسرى، سعود سعيد يحاول، عرضية حاضرة خطيرة وصلوية، دوندا خطرة، إنه الإمبراطور يعتلي على العرش ويسجل، نزلة خطيرة، نزلها لتشيلي، نزلها إيديسون فوتش إلى مانويل أوليفيرا، حطها باطن القدم في المرمى، ثلاثية وصلاوية في الشباك الشرجاوية، وبالتالي ثلاثة الوصل الآن. أول هاتريك، أول هاتريك في أول مشاركة في الدوري بالنسبة لإخوان مانويل أوليفيرا، حطها في المرمى، سجل الهدف الثالث، لربما أنهى المباراة منطقياً. يا الله على الفرحة، كأنه هو اللي مسجل الهدف، كأنه هو اللي مسجل.